في احتفالية عيد العمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وإصدار وثيقة تأمين على الحياة وإصابة العمل. خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لبحث الوضع في السودان، مصر تؤكد على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للعنف. خلال اجتماع عمان التشاوري بمشاركة مصر، الاتفاق على أهمية العودة الطوعية للاجئين السوريين واعتبارها أولوية قصوى. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. القيادة السياسية عمال مصر اهتماما كبيرا باعتبارهم القوة الفاعلة للمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد من الأسكندرية إلى أسوان. ومع الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تؤكد مصر من خلال إجراءاتها المتنوعة قيمة ودور العمال الوطني في مساهمتهم لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية السكر بمدينة الصلاحية الجديدة في محافظة الشرقية. وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي عاملات وعمال مصر الأوفياء، مؤكدا أن التاريخ سجل دوما بحروف من نور دور العمال المشهود له في بناء الوطن على مر الزمان والعصور. يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال، كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وازدهار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل، تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، ما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة. هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. وفي ضوء اهتمامنا الكبير بالعمل وأحوال العمال وتعاوننا على عمال مصر للإسهام القيم في النهضة الشاملة التي نعمل من أجلها، فقد قررت كذلك ما يلي: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء أو فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة
للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً اللي هي 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وأيضا ضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، تعزيز للامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل. وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة. كما واجه الرئيس السيسي بإطلاق حملة قومية لتشجيع الشباب للاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال. قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التي تم إطلاقها عام ربنا يوفقكم. إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والمهارات اللازمة لها، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل. وشدد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة عيد العمال على أن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار. هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد الحكومة للقيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عمال مصر الكرام، إن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التي تتطور باستمرار، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأقول لكم إننا معا قادرون بإذن الله تعالى على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما أبدا وطنا عزيزا غاليا يستحق منا كل الإخلاص والتضحية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات العالمية المتلاحقة أضافت المزيد من الصعوبات التي يلقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو المنطقة أو العالم، لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد. أنا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع أيضا الرأي العام، ولقيت إن خلال الـ يعني الأحداث اللي فاتت ديت حدثت، يعني إن بقى في مصر يقولوا إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ والأمور ابتدت تقلي أكتر وتخوف أكتر. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، وبعدين إحنا هنعمل إيه؟ حد قال كده يعني، أو أنا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمة هقولها لكم ما بتتغيرش. مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر، أو اللي موجودة في المنطقة عندنا، أو اللي موجودة في العالم كله. مهما كانت، شوفوا، طول ما إحنا على قلب رجل واحد، محدش يقدر يعمل معانا حاجة. مهم أوي إن إحنا يعني أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أأكد على النقطة دي معاكم. في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا، تأثيره علينا إيه؟ ولا حاجة. ربنا هو اللي ربنا، اسمعوا كلامي من فضلكم. أنا عايز أقول لكم كلكم الكلام دوت، طبعًا طبعًا طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس، اسمعوا كلامي. انا بتكلم على ان مهما حصلت من ازمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا في اي مشكله ونقدر نعدي اي حاجه. ده موضوع مهم قوي. وشدد رئيس السيسي على الحرص دائما على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة. أحرص على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ونعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
هذا وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات هامة خلال كلمته لصالح العمال في إطار الاحتفال بعيدهم. وخلال الاحتفال بعيد العمال من مصنع الشرقية للسكر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من العمال، كما شمل التكريم عددا من النقابيين والنماذج المشرفة من القطاعين الخاص والعام في يوم الاحتفال بعيد العمال. جاز في دوره بالعمل النقابي حيث حظي بتقدير زملائه خلال ممارسته للمهام النقابية، مهام الموكلة إليه على أكمل وجه. ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين، لو يقابلنا نعدي عارفين احنا رايحين فين. حلم مصر وحلمنا. إدارة العامة للتطوير المؤسسي بديوان عام وزارة القوى العاملة. اشتهر بالت نهضة شاملة تشهدها مصر في مختلف القطاعات استفاد منها العمال بما وفرته مشروعات الجمهورية الجديدة من ملايين فرص العمل لتسهم في خفض معدلات البطالة. نتابع مع حضراتكم هذا العرض والزميل مصطفى ميزار. رؤية استراتيجية واضحة من القيادة السياسية لدعم العمال على المستويات كافة من خلال برامج غير مسبوقة وتوجيهات متواصلة بتحسين أجور العمال مع توفير برامج الحماية الاجتماعية التي تحميهم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بالتوازي مع تأهيل وتدريب العمالة بهدف مواكبة التطور في سوق العمل. والبداية في ذلك كانت من النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات واستفاد منها العمال بما وفرته مشروعات الجمهورية الجديدة من ملايين فرص العمل لتساهم بذلك في خفض معدلات البطالة. وفي طريقها لتحقيق المستهدفات ودعم العمال، تعمل الدولة على دراسة احتياجات سوق العمل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم تشغيل أكثر من 17 ألف عامل خلال الفترة من منتصف أغسطس الماضي وحتى الآن من خلال نشرات وملتقيات التوظيف. أما على الصعيد المهني، تنتهج مصر خطة لتوقيع البروتوكولات مع شركاء في الداخل والخارج لتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة طبقا للمعايير الدولية، والسعي كذلك لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.
الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها وبها جائحة كورونا لم تمنع الدولة من مواصلة مسيرة دعم العمال، لا سيما العمالة غير المنتظمة، من خلال صرف منح اجتماعية لأكثر من 430 ألف عامل غير منتظم بقيمة أكثر من 215 مليون جنيه. في السياق ذاته تم استخراج أكثر من 253 ألف بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة خلال العام الجاري. في إطار دعم العمالة المصرية بالخارج، تمتلك مصر 9 مكاتب تمثيل عمالية بالخارج تستهدف حماية ورعاية نحو 5 ملايين مواطن مصري. الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا استنفرت الدولة للتدخل عبر تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه. أما على المستوى التشريعي فتتواصل عملية استكمال مناقشة مشروع قانون العمل في البرلمان للتوصل إلى قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. ومع الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تؤكد مصر من خلال إجراءاتها المتنوعة قيمة ودور العمال الوطنيين في بذل التضحيات ومواصلة العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجهت السيدة انتصار السيسي تحية لكل عمال مصر في عيدهم، قالت فيها إن الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن. جاء ذلك في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان. كما وجه مدبولي باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول، مؤكدا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الراهنة. أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف. وطلب مندوب مصر خلال أعمال الدورة غير العادية لمناقشة تطورات الوضع في السودان بإتاحة الفرصة لإنجاح جهود التسوية بالسودان. إن ما يجري بالسودان يدمي قلوبنا جميعا ونراه أمرا جللا شديد الخطورة على أمن السودان وعلى الأمن القومي العربي برمته. إننا نؤكد من هنا باسم رئاسة المجلس على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف وإتاحة الفرصة كاملة لنجاح جهود التسوية وجعلها تؤتي ثمارها في القريب العاجل. ونحذر من هنا باسم رئاسة المجلس من أن المساس بالمدنيين بالسودان واستهداف منشآتهم لا سيما الطبية منها هو أمر خطير للغاية ويمثل انتهاكاً واضحاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نقولها بكل وضوح ممكن كي يعيها من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. نؤكد من هنا باسم رئاسة المجلس على وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته، فمصلحة جمهورية السودان وشعبها تظل أولوية قائمة للأمة العربية.
أكد نائب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية على ضرورة وقف الأطراف المتصارعة بالسودان للقتال فورا لحقن دماء الشعب السوداني. وحذر نائب مندوب مصر بجامعة الدول العربية من مخاطر التدخل الخارجي في الصراع السوداني، مشددا على ضرورة محاولات تدويل القضية. فإلى الأولوية لمصلحة الشعب السوداني يجب أن تظهر من خلال مبادرة الأطراف ببذل كافة مساعيها لحقن الدماء، وهو شرط أساسي للعودة للحوار السياسي الحتمي الذي يمكن من خلاله حل الأزمة بشكل شامل، وبما يعالج أسبابها الجذرية ويلبي تطلعات الشعب السوداني من استقرار وتنمية. وهنا تتقدم مصر بخالص التعازي لضحايا الشعب السوداني الشقيق جراء الصراع الدائر. أثبتت العديد من التدخلات الخارجية بغض النظر عن النوايا المعلنة أنها لا تأتي بالخير للدول وشعوبها، وتفتقر للخبرة الكافية بما يؤجج الصراع ويعمقه، ويقود سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويهدر مقدراتها لأجيال قادمة، كما ينذر بتوسيع نطاق الصراع ليأخذ أبعاداً إقليمية وخيمة. وتحذر مصر من أي محاولات للمتاجرة السياسية بالأزمة أو تدويلها لتحقيق مكاسب لأطراف خارجية على حساب دماء الشعب السوداني الشقيق. يواصل معبر قسطلة البري استقبال آلاف المواطنين المصريين وأشقائهم السودانيين. وقامت السلطات المصرية بالقيام بكافة الاستعدادات لاستقبال العائدين. المزيد في رسالة رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من معبر قسطلة البري. تحياتي لكم ولكل متابعينا من أمام شريان حياة يربط بين مصر والقارة السمراء، وتحديدا بين مصر والسودان، نهر النيل العظيم الذي أقف الآن بصدده ونحن على بعد خطوات قليلة من مرسى أبو سنبل. هذا المرسى الذي ينتظر العديد من المعديات التي تقل هذه الحافلات التي تصطف الآن من خلفي بانتظار المرور والعبور إلى الضفة الأخرى، حيث معبر قسطل البري الحدودي لنقل المواطنين الوافدين من دولة السودان الشقيقة. ولو تحدثنا عن زيادة في أعداد الوافدين المصريين الذين تم إجلاؤهم خلال الأيام السابقة وحتى اليوم بلغت ما يقرب من 7000 مصري، ولو تحدثنا أيضا عن غير المصريين من السودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى، أكثر من 50 جنسية مرت عبر الحدود المصرية، وأيضا 6 منظمات تم التنسيق مع الخارجية المصرية لعبور الرعاية الخاصة بهذه الدول. نتحدث عن عدد ما يقرب من 17000 وافد من السودانيين والجنسيات الأخرى عبر معبر قسطل. وكما نرى الآن من خلفي اصطفاف العديد من الشاحنات والحافلات استعدادا لوصول المعدية التي تقل هذه الشاحنات والسعة الخاصة بها أكثر من 100 طن من هذه الأعداد وهذه الشاحنات للعبور إلى الضفة الأخرى، ومن ثم نقل المواطنين بعد انتهاء الإجراءات إجراءات التوثيق والتأشيرات عبر معبر قسطل البري. أما عن الاستعدادات والتجهيزات المصرية، تم تعزيز وإضافة ما يقرب من 25 عربة إسعاف في معبر قسطل البري استعدادا لاستقبال الوافدين، وأيضا مجهزة بالعديد من المساعدات والتجهيزات الطبية بكافة الوسائل، سواء الدعم النفسي والأسري، أيضا بالاتصال بالأسر سواء داخل مصر أو خارج مصر، وأيضا الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري عن طريق مراكز الإغاثة أو الفرق الطبية المتحركة. هذا عن الاستعدادات الطبية والمساعدات اللوجستية والإنسانية. أما أيضا وزارة النقل تقوم بدور كبير من خلال توفير هذه الشاحنات والحافلات سواء في معبر قسطل أو معبر أرقين البري بالتنسيق مع محافظة أسوان، والتنسيق أيضا الآخر مع هيئة السكك الحديدية لتحديد وتنظيم حركة القطارات القادمة والذاهبة من محافظة أسوان. هذه التجهيزات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية استعدادا لاستقبال الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى، لتبقى هذه البوابات وهذه المعابر والمنافذ بوابات الأمل لكل من يرغب في مغادرة أرض السودان والوجود أو التوجه إلى الأراضي المصرية. ولو تحدثنا عن إعادة التمركز للدبلوماسية المصرية هناك والسفارة المصرية بالخرطوم، وأيضا تحديد وزارة الخارجية لعدد من مواقع وأماكن التجمع لكل من يرغب في مغادرة أراضي السودان سواء بالإجلاء البحري عن طريق
بورت سودان، أو أيضا عن طريق الإجلاء البري عبر معبري أرقين البري وأيضا قسطل الذي أقف الآن على الضفة الأخرى منه. وهذه الحافلات عندما تقل المواطنين تأتي مرة أخرى إلى هذا المرسى، ومن ثم يتجه كل منهم إلى المقاصد والمواقع المختلفة سواء داخل محافظة أسوان أو إلى الجهات الأخرى داخل الدولة المصرية. عودة إليكم. ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعا للقيادة العسكرية بالخرطوم. ونشر الجيش السوداني لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي للبرهان مع قادة القوات المسلحة في مركز قيادة لم يتم الكشف عنه. من ناحية أخرى، قال الجيش السوداني في بيان إن قوات الدعم السريع حشدت قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بالعاصمة الخرطوم حتى صباح يوم 15 من أبريل لتنفيذ ما وصفه بالمؤامرة. وأضاف الجيش أنه تمكن خلال 15 يوما للقتال من تخفيض القدرة القتالية لقوات الدعم السريع بنسبة 45 إلى 55%، والتي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة. أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة لمدة 3 أيام، فيما قرر الأمين العام للأمم المتحدة إفاد مسؤول كبير إلى المنطقة في ظل الوضع غير المسبوق في السودان. ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة الخرطوم وضواحيها تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ويقبع الكثيرون منهم في المنازل. فيما لا يبدو أي حل دبلوماسي يلوح في الأفق رغم الجهود الدولية والإقليمية، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة لمدة 3 أيام. ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة وضواحيها تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، كما نزح عشرات الآلاف في الداخل أو في البلدان المجاورة، فيما تنظم عدة دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء واسعة. الأمم المتحدة أعلنت الإبقاء على عدد من موظفيها في السودان، فيما وصل 700 من موظفيها وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية إلى ميناء بورت السودان لإجلائهم. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك، كما قرر أن يوفد فورا إلى المنطقة المسؤول عن الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن جريفيث، وذلك في ضوء وضع وصفه بغير المسبوق. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح نحو 75,000 شخص داخليا خلال الأسبوع الأول من القتال بشكل رئيسي في ولايات الخرطوم والشمالية والنيل الأزرق وشمال كردفان وشمال وغرب وجنوب دارفور، كما تحذر الأمم المتحدة من وصول عدد الفارين إلى 270,000 شخص في حال تواصل القتال. قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس إن المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع ستعقد في السعودية على الأرجح. وأضاف بيرتس أن المفاوضات سترتكز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، مشيرا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض، كما أشار إلى أن هناك معوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العنف. اتفق وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا على إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل ودمار ومعاناة للشعب السوري ومن انعكاسات سلبية وإقليمية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويخلصها من الإرهاب. وخلال اجتماع تشاوري عقد في العاصمة الأردنية عمان لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق، أكد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا في بيان ختامي ضرورة تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها. كما اتفق الوزراء على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية بشأن الوضع الإنساني والأمني وكذلك السياسي.
نعرف أن التحديات في هذا المسار كبيرة. بعد 12 عام من الأزمة تركت انعكاسات وتداعيات إنسانية وأمنية وسياسية شائكة ومعقدة وصعبة، لكننا مقتنعون تماما أن هذا التحدي يجب أن نواجهه مجتمعين. الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر، والمنهجية التي اعتمدت على مدى سنوات ماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمر. مرة أخرى ما نريده هو أن تنتهي الأزمة، ولقاء اليوم بنى على تفاهماتنا التي كنا قد أنجزناها ما بين أشقائنا، استنادا إلى المبادرة الأردنية القائمة على أن يكون هنالك دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، بما ينسجم مع القرار 2254 وبما يؤدي كما قلت إلى معالجة الأزمة وكل تداعياتها، استنادا إلى مبادرة أشقائنا في المملكة العربية السعودية، إلى الجهود التي قامت بها كل الدول العربية التي كانت في إطار عملية التنسيق هذه. فبالتالي ما كان اليوم هو حصاد لجهود مشتركة ولتنسيق مستمر. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، تقدمها لكم الزميلة سارة نجيب. إليك سارة. شكرا أدا، شكرا فاطمة. مشاهدينا، هذه جولتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بهدف الإسراع في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج، وبالتالي الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير. جاء ذلك خلال لقاء مع السفير الأسباني بالقاهرة البارو إيرانثو، حيث تم بحث التغيرات التي تشهدها صناعة الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية وجهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على هذه التحديات وتأمين الإمدادات ودور مصر في تأمين جانب من هذه الاحتياجات. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات للتصنيع الصينية الضعيفة. وهبط خام برنت بنسبة 1.62% ليصل إلى 79 دولارا وثلاث سنتات للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.81% مسجلا 75 دولارا و39 سنتا. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.44% لتصل إلى $2.34 سنتا للتر. وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.78% لتسجل $2.36 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا من إحجام المستثمرين عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي حول السياسة النقدية هذا الأسبوع، بينما زادت أسهم جي بي مورغان بعد اتفاقه على شراء معظم أصول بنك فيرست ريبوبليك. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.05%، كما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.06%. وكذلك استهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات متراجعا بنسبة 0.14%. ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من 8 أشهر، متجاوزا مستوى 29,000 نقطة، بعد أن واصل بنك اليابان سياسته النقدية الميسرة التي دفعت الين إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا. وكان قطاع السكك الحديدية والخطوط الجوية الأفضل أداء من بين 33 قطاعا صناعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ ارتفع كل منهما بنحو 2%. كما ارتفع
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بأكثر من 1% وسط زيادة في قيمة المبيعات الخارجية وارتفاع المؤشر نيكي بنسبة 92%. في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1%. أظهرت بيانات رسمية أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في إبريل، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد الكورونا. كما نما النشاط غير الصناعي في الصين بوتيرة أكثر بطئا في إبريل، وهو ما يشكل مؤشرا سلبيا بالنسبة لصانعي السياسة. في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد، انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل غير متوقع في أبريل، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كورونا. بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أفادت بأن مؤشر مدير المشتريات الرسمية في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2 نقطة، منخفضا من 51.9 نقطة في مارس، ليكون دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش. ورغم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام مدفوعا بتحرر الطلب الاستهلاكي، إلا أن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي. في غضون ذلك أظهرت البيانات أن النشاط غير التصنيعي في الصين نما بوتيرة أكثر بطئا في أبريل، وهو مؤشر سلبي بالنسبة لصانعي السياسة الذين يعتمدون على استهلاك الخدمات لتعويض الضعف في قطاع المصانع. وتستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي قدره نحو 5%، وذلك خلال العام الجاري، غير أن هذا الهدف هو أحد أكثر الأهداف تواضعا منذ عقود، فيما تتوقع بكين أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من نحو 2.8% في عام 2022. أعلن المطار الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا أنه تعرض لانقطاع للتيار الكهربائي في إحدى محطاته، ما أدى إلى إلغاء 40 رحلة. وكلف رئيس فيرديناند ماركوس جونيور وزارة النقل بإصلاح المشكلة على الفور والاهتمام بالركاب المتضررين، بما في ذلك عمليات تسجيل الوصول والمغادرة. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة إلى فاطمة وأدا مرة أخرى. شكرا لك سارة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. في احتفالية عيد العمال، الرئيس السيسي وجه بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وإصدار وثيقة تأمين على الحياة وإصابات العمل. خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لبحث الوضع في السودان، مصر تؤكد على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للعنف. خلال اجتماع عمان التشاوري بمشاركة مصر الاتفاق على أهمية العودة الطوعية للاجئين السوريين واعتبارها أولوية قصوى. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.